حياكم الله مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من برنامجكم اليومي برنامج صوتكم. حلقة اليوم راح نحكي بها أيضا عن آفة الفساد بالعراق اللي تنخر البلد من شماله إلى جنوبه. تابعونا بعد الفاصل. سويتوا ورا صدام، بنيتوا لكم شغلة، سويتوا لكم رصيف، بلد فككتوه من الشمال للجنوب، شنو اللي سويتوه؟ حرام عمي، راح يسجل التاريخ ويمهل ولا يمهل. زين ربك بالمرصاد. اكو وزارة مضبوطة، تربية، جهال، تخلف، مدارس ابتدائية ومتوسطة حشيشة، شكو شنو اللي سويتوه صار 16 سنة؟ والله اكو رب اللي ما تغمض عينه. شباب مجوره، شباب ما عته يطب عليه حمال يقطيني 5000 ارجع للنهروان فرحان. هنا عندكم دوله؟ دولتي ايش هاي؟ دولتي ايش؟ دوله البطيخ. حياكم الله من جديد، برنامج صوتكم مشاهدينا الكرام. هذا البرنامج اللي وجد في قناه الرافدين حتى نسمع ارائكم ونسمع أقوالكم ونسمع به اللي تردون تقولوه، نرفعه إلى العالم ويسمعوا العالم كلهم. بداية أي شخص يحب يتصل بينا، أرقام البرنامج أسفل الشاشة، 3 أرقام، وأكو برنامج واتساب، رقم الواتساب ظهر أسفل الشاشة. أنوه السادة مشاهدي أنه برنامج الواتساب ما أقدر أستقبل به أي اتصال، فقط للرسائل. أي شخص يحب يرسل رسالة عبر برنامج الواتساب أتمنى أن تكون متبوعة باسمه ومكانه حتى نوضحها. موضوع اليوم حتى نقراها عفوا ونوضحها للناس، اللي هو الفساد بالعراق. الكل العراقيين يعرفون انه الفساد ينخر الدولة العراقية من 2003 الى اليوم. والفساد بالعراق عبارة عن، خلينا نشبهها بحفرة دا تكبر مدى تصغر، لانه اكو ناس دا يكبروها بس مدى يردموها. شلون تردم؟ بمكافحة الفساد. عندنا لجان كثيرة مسمات لمكافحة الفساد، هيئة نزاهة، اللجنة العليا لمكافحة الفساد، مفتشين عامين، الرقابة، تقييس النوعية، السيطرات، المعرفين، كلها موجودة، لكن كلها تؤدي واجب عكس ما منوط بيها. يعني هيئة النزاهة المفروض تبين للشعب وين أكو فساد بكل مكان بما يخص السياسيين، ما يخص البلد، ما يخص الوزارات، لكن هي تطلع وتقول اكو فساد بس ما حاسبه احد. تبين للناس انه اكو فساد بس ما حاسبه احد. ويعرفون الناس انه اكو بوق بالدوله بس ماكو احد يتحاسب. اللجنه العليا لمكافحه الفساد اللي شكلها عادل عبد المهدي همينا من المفروض انه تحاسب، المفروض انه تبين للناس الفساد وين يصير. لكن إلى يومنا هذا ماكو أي فساد، ماكو أي محاسبة لأي فاسد بالعراق. تطلع لنا اليوم عضو اللجنة المالية البرلمانية أحمد حمى رشيد ويقول أن الموازنة للعام المقبل راح يكون بها عجز 170 تريليون دينار عراقي. لعد الميزانيات الانفجارية وين؟ ميزانية الدولة العراقية وين دا تنصرف؟ لما يطلع ويبين لنا انه اكو عجز، ليش ما بين لنا اوجه الصرف بالسنوات السابقه؟ عادل عبد المهدي صار له سنه ميزانيته وين صرفها؟ شو لا سمعنا مشروع انبنى ولا سمعنا انه اكو سد انبنى ولا سمعنا انه اكو مجمع سكني انبنى ولا سمعنا انه اكو مدارس انبنت. كل اللي نسمع انه اكو ازمات بالعراق، حرق المحاصيل الزراعية بأغلب مناطق العراق، أزمات السمك، أزمات المياه، البصرة ما بها مي، المي الفاسد، المي اللي يشعل نار بالصوندات والناس تصور بيه ويطلع، أبوار المي اللي يفتحوها ويطلع مي خابط وطين، أبوار المي اللي دا يفتحوها وتطلع كلها حشرات، حصة تموينية ماكو. زين انت يا احمد حمى رشيد من طلعت وقلت انه اكو عجز
زين ما سألته عادل عبد المهدي وين صرفت الفلوس؟ لا انتو زيدتوا رواتب الناس ولا انتو اللي بنيتوا شيء وترجعون تقولون عندنا عجز وانتو دا تقصون وتقرمطون بفلوس الناس. ولو طلع هو يعني قال انه اكو اكتمال اعداد ميزانية عام 2020 والتنبؤات الاولية تقول انه 170 تريليون دينار هي قيمة العجز، 48 تريليون هي رواتب، يعني يبقى تقريبا 132 وراح تقترض الدولة 29 تريليون دينار مثل العام المضى، يعني مثل عام 2019 اللي هسه، وراح تشغل جولات التراخيص ما يقرب 20 تريليون دينار عراقي. يعني شنو؟ من طلعت انت وقلت انه رواتب هيجي، زين الرواتب هذني الميزانيه الاستثماريه ايش قد؟ ميزانيه الاعمار ايش قد؟ النازحين اللي ترجعوهم وين ميزانيتهم؟ واللي دا ترجعوهم راح تبنوا لهم مدنهم لو لا؟ السجون بها مشاكل راح تصلحوها لو لا؟ شو ما حد حكى بهذا الموضوع، بس طلعتوا قلتوا اكو عجز، يعني بس هبطت قلوب الناس. ابو حسن وياي؟ ابو حسن من بغداد. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. شلونك استاذ افل؟ الف الحمد لله، تفضل اخويا. تحياتي لكم ولكادر قناة الرافدين. حياك وبياك. الله يحفظك استاذ أفل. عيني أنا اتصلت بيك قبل أسبوعين. نعم. على مود ابني المخطوف بسامرة وثلاثة شرطة وياه. ايه. فقبل يومين اتصلت باستاذ محمد همين. نعم. عيني قبل يومين اتصلت باستاذ محمد فطلع مقطع مصور بسجن يعني موقوفين. نعم. فعثرت على ابني ويا هذول الموقوفين. نعم. عثرت على ابني ويا هذول الموقوفين اسمه مهند. نعم. فالصوره مالته ممكن يعيدها مال قبل يومين المقطع حتى اقول لك هذا ابني لابس توشيرت احمر وما اعرف من انا شادي له بلاستر على خشمه وحلقه بلاستر ابيض. يا اخي يعني والله يعني تعرف هسه انا ما مجهز امري بالنسبه الى فيديوهات المعتقلين اليوم لان بدي احكي على الفساد الاداري والمالي، لكن بالامكان انه يعني يا اما تبعث رساله الى قلنا انه نحاول نبعثك اياها مره ثانيه او انت تدورها وتدزلنا اياها وتقولنا هاي الصوره حتى نعرف احنا وين. نعم. لان صدق انا ما مجهز امري الى هذا الامر. لا صحيح. وانا اعذرك طبعا استاذ محمد يعني خلف الله عليك وعلي طلع الصوره وابني وياهم، ابني اللي غايب 12 سنه طبعا. انت اذا تريد تدورها يا اخوي ابو حسن انت تقول اول بارحه تقدر تفتح برنامج يعني عفوا موقع الرافدين. نعم. على اليوتيوب تبحث عن حلقة برنامج صوتكم الأول بارحة تطلع لك تفتحها وتقدر. نعم. ترسل لنا الفيديو تقول يابا هذا الفيديو حتى نشوف احنا بالأرشيف وبالكنترول هذا الفيديو وين موجود ونجاوبك عليها إن شاء الله. صحيح رحم الله والدك. وأنا يعني ولو أخاف أطيل عليك أنا ما عندي لا يوتيوب ولا انترنت في البيت، يعني مجرد تليفون بسيط عندي أنا. نعم. وهذا هو هذا الاحتلال اللي سوى بينا بالعراق ودمر العراق من 2003 لحد الآن. الله يطيح حظهم حش السامعين. زين نعلة الله على أبو إيران ونعلة الله على أبو أمريكا، لابد جابهم علينا، هم دمروا العراقيين. نعم. زين وهاي الحكومة فاسدة، إذا مو ثورة مسلحة على هاي الحكومة والله العلي العظيم ما تقوم من قائمة العراقيين إحنا. إذا مو ثورة مسلحة الله أكبر على هاي الحكومة، الله أكبر على هاي الحكومة، الله أكبر عليهم. نعم. وأنا أشكرك أستاذ أفل. شكرا 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 جزيلا لك أبو حسن، وإن شاء الله ربي يطمن قلبك وقلب كل عراقي وعراقية على ابنها أو أخوها أو ابنه أو أخوه وعلى ذويهم اللي موجودين بالمعتقلات، وربي يرجعكم ياهم سالمين غانمين إن شاء الله. أما موضوع حلقتنا اليوم هو الفساد الإداري والمالي، تحديدا الفساد المالي بالعراق، لأنه جميع نواحي إدارة الدولة بالعراق اليوم بها فساد.
إن كان مجالس محلية، إن كان وزارات، إن كان حكومة، إن كان برلمان، إن كان مشاريع، إن كان نازحين، كل شيء بالعراق اليوم بيه فساد. أصغر معاملة بالدولة العراقية تريد تروح تكملها لازم تدفع فلوس حتى تخلصها. إحنا نريد نقضي على الفساد، الحل شنو؟ أبو نزار من كربلاء حياك الله. السلام عليكم حبيبي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عاد راحت وضحتك. تفضل أخوي. حبيب قلبي. نعم. شلونك عيني؟ السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة، تفضل. حبيبي. حبيب قلبي. تفضل أخويا وياك. الله يساعدك. هلا بيك، تفضل. شلونك عيني؟ يا أخويا شو بدي أسولف لك؟ سوالف مزعلين من هاي السوالف، والله هاي الحكومة عذبت الوادي، مو حكومة عمي، لا تقول الحكومة، الحكومة غير شكل بس هاي حصابة. الله وكيلك عصابة، هذه عصابة جتنا واستحلتنا إيران ودمرت العراق إيران. الله وكيلك محمد كفيلك، شرد نقول والله تعبنا تعبنا تعبنا، مو عبالك يشكي أبو الرمادي ويشكي أبو الموصل ويشكي ترى كلها نفس الشيء. الله وكيلك الزمها من السماوة للديوانية للبصرة للناصرية. الله وكيلك محمد كفيلك كلها متحزبة وكلها شايفة الضيم. نعم حبيب قلبي. مشكور مشكور ابو نزار. ايضا بقضيه الفساد طلعنا نائب عن تيار الحكمه اسعد المرشدي يقول انه اكو كثير من ملفات الفساد قدمها البرلمان الى رئيس الحكومه عادل عبد المهدي، لكن عادل عبد المهدي لم يناقشها، يعني لا اخذ بها ولا ناقشها ولا حكى بالمجلس الوزاري حول هذا الأمر وما أخذ أي إجراء اتجاه هاي الملفات. عادل عبد المهدي لما طلعت بشعار محاربة الفساد كان دعاية انتخابية، يعني حصلت بي ولو اتجهت يعني توافقي إلى رئاسة الوزراء ما حد انتخبك، لكن شلون يعني من طلعت لنا بهذا الشعار؟ لما شكلت اللجنة العليا لمكافحة الفساد زي ما هسه اوكي نجي وياهم ونقول انهم قدموا لك ملفات فساد، ليش ما حكيتوا بيها؟ ليش ما تحكون بهوايه امور؟ ليش حياه الناس ما تهمكم؟ انت ولا القبلك ولا القبله ولا القبله؟ كل رؤساء وزراء العراق من 2003 الى اليوم سؤال موجه لهم لان كلهم موجودين، وكل رؤساء جمهوريات العراق من 2003 لليوم السؤال موجه لهم عدا جلال طلباني اللي راح الدار حقه. ليش حياة المواطن العراقي ما تهمكم؟ ليش أموال النازحين اللي انسرقت ما دورتوا عليها؟ وليش الفساد اللي يصير بوزارة التربية والتعليم ما يهمكم؟ والتربية هي أساس البلد، لأنه إحنا عن طريق وزارة التربية راح ندرس طلاب وأطفال العراق اللي هم بنات المستقبل. وليش الفساد اللي بوزارة الصحة أنتوا ما داري لبال؟ وزارة الصحة أهم شيء لأنه هي تجيب لنا الدواء اللي يتعالج به المريض بالعراق، والدواء إذا كان فاسد وغير صالح يقتل. أبو طه من بغداد حياك الله. السلام عليكم أستاذ أسد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياة خاصة لك ولا قناة الرافدين الشريفة. حياك وبياك أستاذ أسد. بالنسبة للفساد الإداري نعم هذا منتشر بكل دوائر الدولة. أي نعم. وكل كل الشعب العراقي إلى علم بهذا الشيء. نعم. من رئيس الوزراء إلى فراش المدرسة. نعم. زين أي دائرة تطب لها على أي معاملة يقول لك بدك معجونيه، هاي ابسط عمله عندهم صارت هسه. شنو هي المعجونيه؟ 25,000. تمام. ما يقول له 25,000، يقول له عندك معجونيه محضرها. نعم. زين قبل الانتخابات اجى شخص بمنطقتنا زين وسوى له احتفاليه، طلعت انا بدي احكي وياه، قلت له استاذ شنو اهدافك؟ جاي حتى انتخبك وانت لك دعاية انتخابية. قال اول شيء القضاء على الفساد. قلت له هذا اول مشروع مع القضاء على الفساد هذا مو صحيح وفاشل. قال لي شلون؟
قلت له بأنه كل دوائر الدولة هي زين فاسدة ومليانة فساد، تجيبها من الصحة من التربية من من كلها من كلها من كلها من كلها، وكل الوزراء وكل الحكومة عندها علم. وأتحدى الحكومة هسه مواطن يختلس أو يبوق 10,000 دينار يحكمه مؤبد، وعضو برلمان يبوق 10 مليار دولار أو 20 مليار دولار يحكمه السنة مع إيقاف التنفيذ. نعم. هون يصير الفساد أحمر لو أخضر. زين. دولة من تيمة من عندها استاذ أسد. بالفساد. المستشفيات أبسط شيء المستشفيات. تروح يقول لك براسيتول ما عندنا، ليش ما عندكم؟ ما عندنا ميزانية. يعني مستشفى ورافع علم وأطباء. زين. علاج ما عندهم. التعليم روح هن بضع نعم شري. زين الدفاتر الاقلام الكتب ما اعرف شنو روح اشتري من برا، والله ميزانيتنا ما تساعد. زين احنا طبق الفقيره منين نجيب اذا هم ما ساعدنا؟ زين وتبدل الطلاب مالتنا وشوف نسبه النجاح جد هذا الموسم. زين يعني تتوقع اعداديه من بدايه الموسم الدراسي 2018-2019 النهاية مدرس رياضيات ما عندهم، وكلها طلعت مكمله صارت الفساد الاداري وما يعينون لهم مدرس رياضيات. زين يعني خلونا اكرحت نفسنا بزعونا تعبونا. زين يعني الميزانيه صرفوها بس على وزاره الكهرباء تعادل مال 4 دول 5 دول ميزانياتهم، واحنا كهرباء لحد الان ما عندنا. شنو اللي سوونا اياه؟ الجسر باقوا نص فلوسه، المستشفى باقوا نص فلوسه، الملعب باقوا نص فلوسه. يعني بزعونا والله بداحتك اسد. يعني خلونا اكره الجنسيه العراقيه. زين كافي عاد بزعنا ملينا من عندكم يا اخي، اطلعوا جربوا غيركم فسنه سنتين. زين جيبوا لنا واحد من الخليج يحكمنا من بيزايد، خلوها سنتين يحكم العراق ويراويكم. نعم. شنو اللي سويتوا لنا يا شنو هذا؟ بس اردتين ونطلع نهوس، هيهات من الذله، هيهات من الذله، ما احنا عايشين بنص الذله. نص الذله عايشين، نصيحه هيهات من الذله؟ نعم. يعني رد سود بعاد وش نريد نقول؟ تعبونا خلصوا يعني لا ليل ليل ولا نهار نهار، رجعونا على الستينات نبلل التراشب بالليل وننام، كهرباء ماكو، واير ماي كهرباء مقطوع 10 ايام ما هيصلحوه، لموا فلوس خلنا نشتري كيبل. يا وضعي هاي يا دولة، بأيام الحصار احنا امرنا هيجي. زين شنو اللي بيسوون فينا دولة؟ دولة جوي ينتقمون من العراقيين، يموتون العراقيين، يبزعوهم حتى يهجون من البلد. بس اوصل كل عراقي الشريف وابن امه وابوه ان يبقى بالعراق ويقاوم هاي الحكومة الى اخر يوم بحياته. نعم. اما اخراجهم من الحكم زين، واما موته. نعم. شكرا 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 لك ابو طه. ام ازهار من بغداد حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. حياك الله
حييك وحيي هاي القناة العظيمة وعامليها. حياك وبياك. بالنسبة إلى هذول العصابات اللي من 2003 إلى هذا اليوم. نعم. صدعوا راسنا وموتونا، كل واحد كل رئيس وزراء جديد يصيح سأقضي على الفساد، سأقضي من يد بن حديد على الفساد، وكتلونا بالفساد الفساد، وهم كلهم فاسدين، واحد ما يقدر يطلع فساد الثاني، لأنه إذا واحد حكى على الثاني هم كلهم مليانين ملفات فساد وبوق ونهب وقتل، وكل واحد عنده جوا كثرة عصابات، وابن عمه وابن خالة وأهل العشائر وأهل الدنيا كلها. فأنا أتعجب أنه هاي الناس اللي بدها تخاطبكم، والناس اللي قاعد تحكي بالتلفزيون وتحكي بالهذي، يقولون شلون قتلونا وراح يموتونا. زين أدري يعني ما فكرتوا يا شعب أنه هذول قتلوكم موتوكم وقتلوا أولادكم وسجنوهم بالسجون ما تعرفون عنهم وين، وجوعوكم وخلوا كل الظلم بيكم بالعراق. زين ما تنهضون شوية، ماكو كرامة شوية للشعب، ماكو مخ يفكر يقول خلي نقاوم هذا الظلم اللي موجود عندنا، خلي نبحث. يعني ماكو السكوت ما يصير واحد يسكت على الظلم، ما يصير. لازم المناضل الشريف واللي عنده قوة وحب لبلده والحب لتربته لازم يكافح ويناضل ويضحي في سبيل أنه ينهض هذا البلد، وفي سبيل أن يقوم ويرجع هذول الإيرانيين اللي جونا الفاسدين إلى أماكنهم ما كانوا حافين، وينهض هذا البلد. ما يصير بس ان الشكوى ما يصير بس واحد يشتكي، لازم 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 اكو حل. ما يصير نبقى بهالشكل بالظلم دائما. لازم احنا صح عنا بعين الله، والله هو الحافظ والله هو اللي ينقذنا. لازم اكو قوه بيد قويه تنهض حتى تقضي على الفساد هذا الموجود. يعني يوم انقص من يوم دا يصير عندنا، يعني والله العظيم يوم أنقص من يوم دا يصير. يطلعون يحكون بالفساد وبالفساد وهم هو فاسدين، ويطلع المالكي يقول ما حد أحسن دولة كانت أحسن موقف، يعني السنين اللي هو حكمها هي حزب الدعوة، هو اللي قوم العراق. حزب الدعوة العميل الإيراني ابن إيراني يحكي بالعراق الشريف، هو مو شريف. يو شريف ما قضى على العراق 8 سنوات، قتل العالم كلها، وقضى على الموصل، والموصل لها 7 يموتون، وقضى على أهل الجنوب، وقضى على كلها من المالكي إلى الهادي العامري إلى النجيب الشريف الثاني هذا الحكيم، اللي كلهم حرامية. الحكيم يحكي بالدين ويحكي بالقيم والإنسانية، هو قاعد الكرادة ماخذها نصها. هو أنا أقول لكل واحد من هالعملاء، لو أنتوا نجباء صدق، ولو أنتوا حكماء عندكم غيرة صدق وعندكم شرف غيرة، تركون هذا البلد إلى أهله، تركوه إلى أهله وتطلعون. كافي فساد وكافي ظلم، ولأنه أنتوا خايفين، ما عندكم مكان تروحون به. فهنا المبدأ مالتكم، إجيتوا خربتوا ودمرتوا وإيران وراكم. لكن لك يوم يا ظالم، وأنا أشكرك. شكرا 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 لك أم أزهار. كان من المفترض أن يكون معنا أبو حنان من ديالى، لكن انقطع الاتصال وياه. أعتذر منك أبو حنان، إذا تتمكن تتصل بينا مرة ثانية ونسمع رأيك بقضية الفساد، أنا ممنون منك. وعدنا أم عبد الله من عاصمة الرشيد بغداد. حياك الله أم عبد الله. حياك الله، يا ربي يحفظك ويحفظ جميع المسلمين. يسلمك ربي. تفضلي أختي. أستاذ، يعني إحنا ما إلنا حل هذا الفساد اللي صار له اكثر من 16 سنه. يعني ماكو في الراحل الشريف يطلع ويقول انه يابا يا عراقيين توحدوا، كافي مصايب، كافي مشاكل. عندنا دوله رواندا استاذ في افريقيا، هذه كانت
قاعدية سنة 1993. نعم. قاعدية يعني حرب أهلية، قتل عدد كبير من عندهم حوالي 1 مليون، والقسم الآخر 5 مليون راحوا إلى الخارج لمدة سنتين. يعني حلوا المشكلة اللي بيناتهم اللي كانت حرب أهلية وطائفية، واتفقوا على إعادة بناء المجتمع من جديد. اليوم تطلق قمر صناعي، قمر صناعي. إحنا وين؟ هاي دولة إفريقية وإحنا بلد النفط. زين إحنا راح نبقى على هذا الوضع؟ إحنا راح نبقى بهذه المتجاذبات اللي بين الأحزاب الشيعية والأحزاب حتى قسم من السنية وحتى قسم من الأحزاب السياسية اللي هم بينهم وبين إسرائيل وبين أمريكا؟ كل واحدة تريد رد اعتبار لنفسها، خاصة بعد ما ضربت إسرائيل جنوب دمشق. كان إلى حق حزب الله أنه لازم إلى حق الرد على الأسلوب في استخدام إسرائيل، وتم الاتفاق ما بين الطرفين عن طريق الوسيط الروسي أنه إلى حق حزب الله أنه يرجع مكانه وما الوجه أنه يقوم بعملية ضرب إسرائيل، ووافقوا على أنه يضرب حزب الله إسرائيل. فاتفقوا على شنو اثنيناتهم؟ اتفقوا على تدمير سيارة بدون جنود. زين هذا الاتفاق اللي بيناتهم كله، وخلين العراقيين وخلين اهل سوريا وخلين اهل اليمن وخلين اهل ليبيا وخلين شوف المسلمين كلهم بالوطن العربي، حتى الدول العالم الاسلامي وحتى المسلمين في دول البعيدة المسلمة هي منهوكة كلها تحت الذبح والقتل والدمار. استغرب ليش انه هذا اتفاق اطراف اجنبية على تدمير السنة وتدمير الدين الاسلامي. فلهذا يشوف انه تلقوا كلهم امريكا واسرائيل وتنفذها منه ايران. فكل المسؤولين اللي موجودين احنا الشرفاء اكثريتهم طلعوا والشريط يبقى ساكت. فلهذا يشوف ماكو حل ولا اكو حل للمشكلة، وراح تبقى هذه الوضعية، وترى حيبقى الوضع في العراق مثل ما هو، لأن كلهم الأطراف هم مستفيدين ورايدين إنه ينقتل الشعب العراقي بأكمله، واللي يحكي يقتل، واللي يحكي أو يقول أي شيء إذا بالاعتقالات، ونشوف حالة الاعتقال. زين إذا هي أمريكا عندها أسلوب يعني تقول إنه أكو حقوق إنسان، واللي هذا ترى هي أول أصلاً هو على حقوق الإنسان هو عبارة عن شعار لا موجود بشكل قانوني كهيئة الأمم المتحدة ولا أي دولة من دول العالم إذا طبق هذا القانون. أول ما أمريكا وإسرائيل أنه تكون في صدارة اللي يحكمون، ولا أكو حقوق اقتصاد بالنسبة لإيران. فلهذا شوف الوضع كله متأزم، والعراقي هو الماكلها والسوري هو ماكلها والدول العربية، وبعد السنة راح يجي ترى على الدول العربية الأخرى. لهذا ترى لن احنا ماكو احنا فتشي اللي يجمعنا، ماكو عقول هسه يعني تتفق فيما بينها. يا خلينا نمدد الطائفية، والطائفية ترى موجودة موجودة إلى حد الآن. زين فماكو أحد يلمنا احنا كعراقيين، ولا شفنا في التغيير من واحد شريف من المسؤولين. لهذا راح نبقى هيكي، والله ما اعرف شنو الحل يا استاذ عسل، وتحياتي لكم وشكرا. شكرا لكم عبد الله. ابو فيصل من السعوديه حياك الله. ابو ان شاء الله مساء الخير استاذ عسل. مساء الانوار. يا هلا، تحيي لك وتحيي الكادر الغناء، تحيي الغناء حياك وياك المشاهدين والمتصلين. ابو قاعد حياك. بالنسبه استاذ الله يحفظك استاذ، بالنسبه للفساد بالعراق، هو راس الفساد وراس الاجرام هو السيستاني، هو صاحبنا ابو 200 مليون دولار، فهذول كلهم فاسدين. لكن والله حسبنا على الشعب العراقي لوين نايم لوين يعني، ولا احنا نعرف ان هذول مجرمين وقتله وهم كبر دمره، ولن يكون العراق قائم الا بزواج. بس ابو فيصل، ابو فيصل يعني اذا تسمحني انت تقول اني عتبي على الشعب العراقي ليش نايم، يعني شو يسوي الشعب اكثر؟
يعني شوف يعني. البصرة محترقة مظاهرات وتظاهرات ودا يطردون بهالمسؤولين ودا يطردوهم ورافعين شعار باسم الدين باقونا الحرامية وانت سامعة وشوف بغداد وكل جمعة بيها مظاهرة والناس بس الناس يا أخي مو مغلوبة على أمرها الدولة دا تتعامل وياهم بدبابة صحيح يا استاذ مع تقديري كل محافظات العراق اللي تحرش الغربيه والجنوبيه وكل محافظه لكن لابد ما يتكاتف الشعب ونحن نعرف ان المؤامره ليست قليله على العراق ونعرف احنا من يقف وراء دعم هذا العصاب المحتل العراق لا يزال محتل وينفذ توجيهات الاحتلال والاكثر من دوله المشرع وحتى ميليشيات حتى ميليشيات ما يسمى بهذا الملك المجرم حسن نصر الله حسن نصر الله له دور في العراق يعني في الإجرام يعني بلد حكومة بلد يعني فوضى من كل النواحي إجرام لم يشهده العالم مثيل ولا مخلاط للشعب العراقي إلا بثورة بتكاتف أبناء العراق الغيارة. نعم شكرا وتحيي لك وتحيي كل المحترمين. شكرا 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 أبو فيصل. عندنا اتصال سعد من الكويت. حياك الله. حياك الله ودي من النشم يا أستاذي. حياك. أستاذي إحنا فساد عندنا أكثر من عندكم. عندنا فساد أكثر من عندكم وعندنا كذلك يا أستاذي تلوث. الله وكيلك أنا لي 3 أيام أسبوع مريض من الربو ضيق التنفس تلوث بالهواء والجو والبيئة. أما أنا سؤالي لك يا أستاذي أنا انصدمت بخصوص لما قلت 42 تريون هذه عجيبة قريبة يا أستاذي وكذلك اللي عندكم من فساد هل هو مالي أو إداري؟ أنا بس على مود المتصلين يجاوبوك على 42 تريليون دينار. شكرا 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 لك أخ سعد. بس أنا قلت العجز 170 تريليون دينار عراقي منها رواتب 48 تريليون دينار وراح تقترض الدولة 29 مليون تريليون دينار عفوا وجولة التراخيص اللي هي عقود وغيرها راح يكون 20 تريليون دينار. أما الجواب راح يكون عند السادة المشاهدين. أخ سعد أنت حضرتك في الكويت تقول أنه أكو فساد. إحنا دا نحكي على الفساد بالعراق دا نحكي على وضع العراق. ما راح أقدر أجابك على هذا الأمر. وبالنسبة إلى سؤالك بالفساد العراقي أو الفساد الإداري والمالي في العراق إن شاء الله الأخوة المتصلين راح يجاوبوك على هذا الأمر. بالنسبة إلى رسائل الواتساب من الإمارات عندي شخص كاتب تحية لك أخي أفل والتهنئة للمسلمين بذكرى العام الهجري الجديد. هؤلاء الميليشيات المجرمة عبارة عن عصابات أتت على ظهر الدبابات الأمريكية إجرام ممنهج وقتل وفضاء يرتكبونها بحق السنة في مناطقهم لإحداث تغييرات ديموغرافية. لذلك وجبت الثورة على الأحزاب للخلاص من واقع الحال وإيجاد الوطنيين لحكم العراق وإعادة الأمن والأمان في العراق ويبقى العراق عربيا بهيبته المعهودة وسيعود لحضنه العربي ولا تبعية لجارة سوء إيران. تحية لكادر قناة الرافدين. رسالة أخرى تقول هذه العصابات هي الإرهاب في العراق والمنطقة برعاية الصهاينة والإيرانيين. هذه العصابة تسير وتتوجه حسب أجندة معينة تخدم أسياد الفساد والضحية هو الشعب ومقدرات الشعب العراقي. من سعد من السعودية. حياك الله أخي الكريم. رسالة أخرى من شخص دازلنا فيديو يقول أتمنى أن تبثوا في برنامج صوتكم. أعذرني أخي العزيز آسر عبد الرحمن عباس حيدري بس برنامج واتساب ما مربوط ويا الشاشة. أرسل على رقم أنت ترى وإن شاء الله يبث على القناة. رسالة أخرى يقول الجواهر في الناس لا في الحجر والنور في القلب لا في العينين والعز في القناعة لا في المال والفخر في الأدب لا في النسب والصبر في البؤس لا في النعم. جعل الله حياتكم جميلة كأنفاس طيبين. مشكور أخي العزيز. أبو حاتم من الموصل يقول السلام عليكم أستاذي. تحية لك ولكادر قناة الرافدين والمشاهدين الكرام والعراق والعراقيين. من زاخو إلى الفاو. الفاسدون لن يبنوا وطن إنما هم يبنون ذاتهم وأنفسهم ويفسدون شعوبهم وأوطانهم. العراق لديه رجال دولة وقانون ومؤسسات لبناء المجتمع بدرجة عالية يستحقها. اليوم العراق بيد الاحتلال الأمريكي وهذه العملية السياسية المشلولة الفاسدة الإيرانية الولاء لن تقوم قائمة للعراق إلا الخلاص من الاحتلال أولا وهذول جرثومة. الاحتلال ساسة الخضراء بثورة شعبية وكفاح مسلح ضد الاحتلال الأمريكي وأعوانه. ساسة الخضراء
ينهض به أو ينهض بها كل العراقيين من زاخو إلى الفاو، ولا تقتصر على الرجال فقط وإنما النساء المثقفات، الطلبة، الجامعات، المؤسسات والمعاهد. والله الموفق وناصر المظلومين. شكرا لك أخي أبو حاتم. عندي أبو حسن من محافظة بابل. أبو حسن من بابل. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. والرحمة والإكرام. تفضل أخي. شلونك؟ أي والله أريد أفل. شلونك أستاذ أفل؟ حبيب قلبي تفضل أنت على الهواء. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام أخي العزيز، تفضل. شلونك أستاذ أفل؟ نحمد الله على كل شيء، تفضل أخويا. شلون كيفك؟ شلون أحوالك؟ الحمد لله، تفضل. بارك الله بكم يا نشامة يا شرفاء، وبارك الله بهذه الفضائية المناضلة. واجبنا. الشهيدة. العراق محتل من قبل إيران. نعم. احتلال، فساد في كل دوائر الدولة، في كل دوائر الدولة. وبخط المتقاعدين قضوا عليهم نهائياً، قطعوا رواتبهم. نعم. والآن أشرق قام هو قطع للإيرانيين، هاي آخر شيء. وأرجوك لرجاء يا ما تستاذ أفل أريد تنطي تليفوني لأبو فيصل السعودي، أربحت وياه إن شاء الله أخي الكريم. إي والله أنطي لأبو فيصل بروح أبوك إذا يتصل بي. نعم إن شاء الله. شكرا شكرا جزيلا. شكرا شكرا لك أبو حسن. من محافظة ديالى أبو شيماء، تفضل أخي. السلام عليكم أخوي. عليكم السلام والرحمة والإكرام. أخوي من 2003 الشعب العراقي ما عنده دولة، عنده دولة عصابات وميليشيات. نعم. والموازنة العراقية تخصصت للميليشيات والعصابات. نعم. كل من عنده جيش وعصابة يقتلون ويسلبون الشعب العراقي من سجون، اعتقالات، ذبح، قتل، كل شيء أنواع الشغلات الرديئة سواها بالشعب العراقي. نعم. كل شغلة رديئة ما أنزل الله من سلطان هم سواها بالشعب العراقي. من 2003 هذا يومك زين، ووجه رسالة لأخوي هذا بروفيسور من السعودية، يقول الشعب العراقي ليش نايم؟ أقول للشعب العراقي ما نايم، بس أنتوا خذلتوه الدول العربية، إحنا نحبكم ونعزكم، أنتوا خذلتونا ما وقفتوا ويانا، والله لو واقفين ويانا زين ما كان صار بي الشعب العراقي هذا صار. وقول لهم لو أنتوا صار بكم هذا الشيء العراقيين ما يعرفوكم زين، تعرفوا بديالة صارت. إذا طب للسجن مو سجن، وإنما يوم القيامة بالسجن. إذا طب بسجن الموصل أو ديالة وصلاح الدين، أنت ما طب السجن وإنما يوم القيامة. عمي يوم القيامة زين تتركي، إحنا أخذت أهل السنة دفع والثمن غالي زين. وأريد أقول هذا الأخ من الناصرية، يقول الناصرية ومثل الموصل ومثل ديالة، يقول لا، يقول أنت رضيت بالذلة. ليش رضيت بالذلة؟ لأن هسه هاي هسه مع المحرم، من جاي وقت الإيرانيين يشربهم؟ من جاي يقدرهم؟ من جاي هاي؟ مو تقولون هي هات من الذلة؟ وين يا ذلة؟ أنتوا طامسين بالذلة تقولون هي هات من الذلة؟ أخويا بس ما اتصلوا يا واحد من الناصرية. أنا؟ ما اتصل يوم واحد وياي من الناصرية وقال هذا الكلام، هاي البارحة شو وقت؟ لا لا أت قبل شوية أخ من الناصرية ما من بصايج قبل هذا الأخ اتصل تقريبا قبل اتصالين، قال إحنا حالنا نفس حال الموصل. انت قصدك ثاني اتصال ابو نزار من كربلاء؟ اي هو هذا نفسه. نعم. يعني قال حالنا نفس الموصل وديالة هاي. قال لا حالكم نفس الناس جيش اسمه تكريت ولا ديالة ولا كل شيء. انتم من نطاكم فتوى السستاني كلكم ركبتوا اجبتوا بيوت اهل ديالة واهل الموصل واهل صلاح الدين، تدرون تسويته ما سويته؟ تعشفوا الناس النسوان والزلم تذبتوهم بالسجن، تدرون تسويته ما تدروا؟ انتم سويتوا الشيء ما صاير بالدين كله. انتوا لو صدق تريدون كان من صارت المظاهرات ألف اللوجو المحافظات الستة قامت، كان قلتوا ياهم، كان قلتوا ياهم وصدتوا ايد واحدة، ايش خدرتونا؟ هل تقولون اقصاء؟ شي يصير بيكم خير وبزايد لان انتوا لا لا ابو شيماء ابو شيماء ابو شيماء مرخصك احنا لا جايين بالبرنامج نشفى باحد ولا معزنه، لكن خلينا نكون منصفين. احنا نعرف انه ما حصل في محافظات الشمال والوسط هو تدمير بشكل كامل، لكن الحكومة او ما تسمي نفسها حكومة شيعية ما جت لاجل الشيعة حتى تقول انه هم مرتاحين واحنا لا. القصد انه محافظات السنية تدمرت، نعم،
لكن المحافظات الشيعية أيضا تدمرت يا أخي. شوف البصرة، شوف ذي قار، شوف ميسان، عندها مي، عندها كهرباء، عندها ما أعرف شنو، المي فاسد، بيسممون، الكهرباء ماكو، أكل ماكو، شرب ماكو، فهي نفس الشيء يا أخوي. والله هم رضاها، تدري ليش هم رضاها؟ والله العظيم هم رضاها لان هم هسه حنان تتلون قاعده مو بالحله، هذا كرم الصياد مو مره طلعت قامت تعيط يابا سله ببني وسله بقاعره، مو كلهم هم يمهم؟ مو هسه الايرانيين هسه يمهم جايهم؟ هم راضين، يلا خلي يحطون ايديهم بايدينا وشوف شو نسوي. نعم. احنا ترى العراقيين مو قادرين يعني شنو ايران تقبج هنا؟ ايران تبلش دين العراق يحاربها، مو ضوكا كيف السوق؟ حتى جايين هذول ايرانيين كم واحد مخربط والعصائب وهذول كم واحد مخربطين جاي هذول؟ نعم. هم خذلونا خذلونا، شوف محافظاتنا سته كلها دمروها، مصطلح الدين، الموصل، ديال كلها دمروها تدمر، وهسه جاي يقولون تعصي. نعم. شكرا 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 لك ابو شيماء، بس اتمنى على الساده المتصلين انه دائما دائما يحبون ويحجون بطريقه انه الوحده، ودائما يحجون انه الشعب العراقي واحد، خلونا ننصر مثل السياسيين مثل ما يريدون يفرقونا، احنا هم نوافق ونقول هم شيء واحنا شيء، لا ما نريد هذا الشيء. ابو حسن من بغداد حياك الله. ابو حسن انقطع الاتصال يا ابو حسن، كنت اتمنى انه اسمع راي ابو حسن. القضيه وما بيها انا بس اريد اقول انه ابو طه نوهلنا انه يقول اصغر معامله بالعراق صار الموظف راسا يحكي بشفره اللي هي المعجونيه يعني 25000 دينار. اتمنى عادل عبد المهدي انه يخليها بالسجلات او اللجنه العليا لمكافحه الفساد، خلي يفتحون قضيه يسموها المعجونيه، هاي من الناس دا يعطوكم، ما يحتاج انه تروحون تحققون، بس روحوا شوفوا اكو يشيلوا لا. وام ازهار قالت، نور المالكي قال انه احسن ما حكم العراق هو حزب الدعوه وجاب له الثقافه وغيره وغيره. ام ازهار يعني مو حضرتك او الشعب العراقي جاوب نور المالكي، تعرفين اللي جاوب نور المالكي منو؟ عزة الشابندر اللي هو اصلا من حزب الدعوه، وهو اللي اجى وياهم وكان نائب بالبرلمان وما اعرف انشق ما اعرف بقى، طلع وحكى قال افشل من حكم العراق هو حزب الدعوه. ابو حسن من بغداد رجع لنا، حياك الله اخوي ابو حسن. السلام عليكم اخوي افل. عليكم السلام والرحمه والاكرام. الله يحفظك يا ابي. يحفظك ربي. المؤامره كبيره على العراق وعلى العرب بصوره عامه. نعم. يعني هم الفساد هذا هو يعني شلون مرتبيه على 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 احسن على احسن ما يكون من جانبهم. طبعا هيك لما جتي احتلت العراق قالوا احنا محررين. وراح نجيب لكم الديمقراطية والراحة والأمور اللي تسعد الشعب. سعادة جابتها أمريكا وجابت عملاء الفساد شو الميزانية؟ طبعا الميزانية يروح على البالانس إذا ترجعون. هم هذول جايين تدمير العراق. يعني هم هذول عملاء جايين على على قتل الشعب العراقي بصورة عامة. نعم. شكرا شكرا لك ابو حسن وعليكم السلام. ابو حسن انت تقول انه الامريكان جوي محررين، انت عمرك شفت محرر يهدم؟ عمرك شفت محرر يفلش جيش؟ اول قرار لبريمر هو حل الجيش العراقي. تعرفوا ما الجيش ما حلوه ليش؟ حتى يدمجوا لنا ميليشيات، وهذا اللي يصير. ليش هو المحرر يسوي نازحين لو يبوق الدوله؟ اصلا امريكا لا تريدنا ولا حابتنا ولا ايران، هم ما جوي الخاطر عيوننا، هم جوي ديبوقون العراق مثل ما انت قلت. اكو نفط، اكو فسفور، اكو زئبق، اكو ثروات، اكو رمل، اكو كل شيء. هدوا البلد وراحوا. ابو زكريا من كركوك حياك الله. حياك الله يا عزيز، حيا الله قناتكم الشريفه الرابطه حياتي على حياك وبياك، تفضل عمي. حياك الله يا ابن العزيز، هذول من 2003 الجوي يعني حابين حين العراقيين هذول السياسيين الفايزين هزوا العراق من 2003 لحد هذا اليوم، جابونا داعش، جابونا تكفيريين، جابونا قاعده، جابونا كل شيء، يعني كم تفجيرات صارت بالعراق من وراء هذول السياسيين اللي الميت صحون من الله، يعني الفائزين واحد يدفع
يفضح بالواحد هم بالليل يقعدون يشربون راقباتهم. الله يتخمر عنهم، الله يحفظ العراق. العراق ان شاء الله محفوظ من الله ورسوله من شهر مبارك المحرم. هذول ما يمشون على دوله العلي والحسين والعباس، هذول يمشون على بوقهم وقتلنا العراقيين و يعني مهجرين. ما اني اسف ما انت الواحد رجع يجيب الصغار بعد ما يرجعهم. لانه ايران وامريكا هم مسيطرين، قاسم السليماني مسيطر بالعراق. نعم. لا اله الا الله، والله ما يقدر والله الله الله يعينك يا ربي، الله يعينك ويعطيك طولة الصحة يا رب. الحرامية الحجب السورية، الحرامية الحجب السورية الدائمين. شكرا 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 لك ابو زكريا، واعتذر لانقطع الاتصال، وربي يعطيك الصحة والعافية. اخر اتصال ويانا بحلقة اليوم من واسط ابو محمد بدقيقة واحدة اذا تسمح لي، لانه ادركنا الوقت. تفضل اخوي. السلام عليكم أخي ياسر. عليك السلام والرحمة والإكرام. أخي الكريم، العراق مريض، الدكتورة عجز منه، موجودة بكل اللي ما موجود بالدول، الفساد كل شيء موجود هو فيه، بس هو شنو حسب ما يوصف الدكتور الدولة تعالج به. لكن من يتحدث ويقول الشيعة خدعة ولا إيراني وملغون برجيهم، فالإيرانيين من يجون للعراق يجون لأبا عبد الله، والخدمة اللي يقومون بها للإيرانيين متقن بها الدولة، تقيم بها الشعب اللي يقيم بالخدمة، وضيوف أبا عبد الله هذا فرض وواجب علينا بخدمتهم وبحمايتهم. لا يتحدث كل واحد ما يطلع بحكي يتحدث عنه، هذا لا الدولة سوت لهم خدمة وحماية ولا واحد سواله، ما خدمة من الله أم فرض علينا أن نخدم زوار أبا عبد الله مختلف الجنسيات، وجزاك الله خير الجزاء. أبو محمد بس قبل ما تروح، فرض من الله شنو؟ يعني احنا ليش نحكي حكايات أكبر من عندنا؟ الفروض ترى معروفة واتبع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وتعرف شنو هن الفروض، فلا تقعدون تقولون هذا فرض وما أعرف شنو. رب العالمين لما أنزل الإسلام على النبي محمد إلى البشر ما أنزل للذلة، أنزل لعز الناس، والإسلام عز. ما قال لك روح اغسل رجلين واحد واشرب منه واسبح به. فرجاء هذا الكلام ما مقبول لا بهالبرنامج ولا بغير برنامج. الكلام وما به كثير عن العراق، وما به الفساد بالعراق كثير، والفساد مو من الشعب، لا حاشا لله. الفساد أكو طغمة جوي على ظهر دبابة أمريكية أو على ظهر دبابة إيرانية حتى يحكمون هذا البلد ويملون جيوبهم وبس. لكن قلع الفساد من العراق يحتاج لطبيب، والطبيب هو أنتم يا الشعب. أشكركم لحسن المتابعة وإلى اللقاء.